FM. الكلمة ليك. حوارنا اليوم باش يكون مع ضيفنا طارق لفتيتي، نائب مجلس نواب الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد الوطن الحر. سي طارق مرحبا بك. مرحبا، يعطيك الصحة. وفي البداية نحب نعتذر لكافة اللي كنتي والأخوة العاملين في كابا فام وللسادة المستمعين، لأنه صراحة في العادة بونكتيال في وقتي لأنه الغالب ما طلعتش المقر نتاع صغير. مرحبا بك سي طارق، الحوار يبدأ معك شوية آخر حول عدة مواضيع شائكة، واليوم اتحاد الوطن الحر هو في صدارة العناوين الصحفية كذلك في التلفزيون والإذاعات الحر. بتبع باش نحكيوا على البيل، واليوم في جرد الصحافة كان ثم حوار مطول مع رئيس الحزب سليم الرياحي سي رجاء، والانترفيو موجود قدام. مرحبا بك سي طارق، و قلوبنا معاكم على خاطر في البرلمان عندكم أجندة والعياذ بالله، قوانين متراكمة، مئات الفصول، الأطباء 106 والبنوك عندها 106، وحتى أنه في بعض الأحيان بعض النواب يقولوا الحمد لله سي شادي العياري مازال شاد في نهار الأحد، يقول ما تخدمونيش أكثر من 6 أيام، راهو السابع نرتاح. عاد يوليوا النواب يقولوا الحمد لله اللي سي شادي يحب يرتاح باش يضغط على سي محمد الناصر وينقص شوية من الحضور بهالساعات الطويلة. إذا للسؤال الأول، وأنت رئيس كتلة الوطني الحر في البرلمان، كيف تواجهون هذه الأجندة الثقيلة في من القوانين المتراكمة من الفصول والكلها عاجلة، للانتخابات البلدية، للتقسيم الترابي، للأطباء، للبنوك، لغيرها، والمحكمة الدستورية عاد حدث ولا حرج. يعني كيف تواجهون هذه الأجندة مع تنقولوا مش أزمة، هاتوا نقولوا السخانة الموجودة في الكتلة متاعكم وانت رئيس الكتلة متاع الوطن الحر؟ يعطيك الصحة سي رجاء. خلينا نبدأ بالجزء الأول من السؤال، كيف تواجهون هذه الحزمة من الفصول وبشريع القوانين؟ فالحقيقة هي جات خاصة خص بالذكر مع تقديرنا لجميع اللجان، خاصة لجنة التشريع العام ولجنة المالية، يعني نواجه فيها على حساب عائلاتنا، على حساب صحتنا، على حساب جهاتنا. تعرف انت انسان منتخب في جهتك، بالنهايه احنا نواب شعب، لكن جهتك عندك عندها عليك حق. يعني تقريبا كانت تذكر سي رجاء العطله النيابيه اللي عملناها ما خديناهاش، كذلك نبقى بالشهرين وثلاثه اشهر ما ياخذوش اسبوع الجهات، فما لوم كبير على الناخبين واهالينا، مش بالضروره يكون ناخب، ما دام وصلت نائب شعب يعني حتى اللي ما انتخبكش عنده عليك حق مشاغله. واحنا انا معناتها شخصيا معناتها من ولايه القيروان، ولايه معناتها تحتكم على اكبر مخزون للمياه العميقه، في حين انه تعاني من عطش حارق، واحنا على ابواب الصيف صدقني معناتها نخجل وولينا تولينا اشكال احنا كنواب القيروان معناتها في العوده. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني في اللحظه، نحن بالنهايه معناتها مهما كانت السخانه نتاع الاحزاب والحركيه وكل ما تاثرش على عملنا النيابي، يمكن في ردها نتاع يوم او يومين ثم تعود، لان معناتها العجله معناتها دارت وما عادش تقف، خاطر عندنا التزامات في الجلسات العامه، عندنا التزامات في اللجان، واحنا معناتها كنواب شعب قطع النظر على انتمائنا لكتله او لحزب ما، معناتها عندنا مسؤوليه، ادينا القسم، لازم نقوم بالعمل نتاعنا لاحسن كممثلي الشعب باسره. اكيد مش الولايه، لا لا لا، حددت نواب شعب الشعب كل سليم الرياحي يقول هناك حرب خفية ضدي وضد حزبي في المعارضة وخاصة في الحكم. هل ترون يعني براهين أدلة على هالمؤامرة التي يصفها زعيم الحزب؟ سراجاء انا معناتها موجود وقريب معناتها في موجود في الحزب وموجود في الكتلة النيابية وقريب من كل ما يحدث، ولا نشوفوا فيه غير احنا احترام للشعب التونسي. انا كان بودي كنت نجي نحكي على المسائل الحارقه للشعب التونسي، على الاقتصاد، العيش الاقتصادي لما هوش ماشي، على يعني المعيشه كيفاش فقدت معناتها الزوالي، ما عادش يقدر انه يمشي للسوق باش معناتها قفه الخضره. انا جاي فهمني، لا لا معاك، لكن فما اشياء. وهون نذكرك بحاجه، احنا اول ما دخلنا المجلس نواب الشعب تعرضنا الى الكثير من التجريح، مش الانتقاد، التجريح.
في شخوص النواب وكنا رفضنا باش نجاوبوا للي شيء لانه صوره خايبه انك جاي معناتها من اول ما تدخل في العمل النيابي تولي معناتها باش ترجع لفلان وتسب فلان وتشتم فلان واللي هي مش من اخلاقنا وخيرنا ان نسكتوا ونخدموا العمل ثم العمل والحمد لله. ارجع للارقام تاع الدوره النيابيه الاولى شوف معناتها مستوى انضباط كتله الاتحاد الوطني الحر في حضورها في اللجان او في الجلسات العام هذا نتعداوه. نرجع للمؤامر هذه ناكدها لك وما نحبش ندخل في اللي ديتاي أمل نأكد لك اللي حاجة يمكن تنعطيكم سكوب في كابا فام وقت اللي باش نصار نعملوا الاتيلة في الحاكم وهذه متعرضة لها حتى حد وما خرجتش أمين هاتون نقولها معتها في خطر كابا فام لأول مرة نزورها يعني غادت من زيرو تقريبا ثلاثة أيام وصادقوا على الحكومة الأولى فما مسير سابق من النادي الإفريقي تم طرده معية رجل أعمال كان من زمرة طرابلسي ونعرف الأشياء هذه وجاءوا للنواب وقتها رئيس الحزب مشان ذكر الإمارات تعرف السفرة للإمارات تاخذ وقت تاع 7 و8 ساعات يعني معناتها في الطيارة والطيارة معناتها الهاتف ما يجاوبش عيطوا للزملاء كنت متواجد أنا في جهتي عيطوا الفلة من زملاء 5 أو 6 وقرروا لهم انه رئيس الحزب معناتها مطلوب من الانتربول ومفلس وكل هذه فرصتكم تجيوا معنا ونقترحوا عليكم حقيبه وزاريه واحده. ما انطلتش الحيله على زملاء النواب ونشكرهم بل فما اكثر من هكا انه معناتها قلنا حتى لو كان هذا صحيح ما نتخلوش على راجل في المحنه لانه معناتها هذاك اصلنا وهذاك معناتها الانسان كيفاش تربى. من بعد تحل الهاتف بتاع رئيس الحزب وكلمناه يضحك ديمت غدوة خلى أعماله ورجع دونك هذه المؤامرة الأولى المؤامرة الموجودة تو كما صاير له في النادي الإفريقي وهذه احنا بصراحة ضررنا منه كاتحاد الوطن الحر معناتها الترابط هذا والخلط بين النادي الإفريقي وبين الاتحاد الوطن الحر نفس المجموعة عاودت بأسلوب آخر هذه هي المؤامرة وما نحبش ندخل في تفاصيل أخرى احتراما لا يكلوا لا يملوا وعندهم اشكال كبير واحنا هتون تنذكرك سي رجال تتذكر في اخ معقول في حمله انتخابيه تشريعيه في قناه ما يجيبوا برنامج معناتها يمس من رئيس الحزب ماك تعرف احنا في تونس يمس رئيس الحزب تمس الحزب في فتره الحمله الانتخابيه لكن والحمد لله اكيد الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل الاعلام يخرج واعتذر من بعد كي صار خلاف مع قناته ومعناتها وتحدث على انه البلاتو هذاك كان مفبرك. هذا بياكد لك الكلام الكل، ما نحبش ندخل في التفاصيل احتراما في الماء والملح الا اربطني مع زملائي النواب اللي استقالوا وما نحبش نشغل الشعب التونسي بمشاكل جانبيه. تفضل. سي طارق وقت اللي نحكيو على الاتحاد الوطني الحر نحكيو على حزب بدا يمكن حاجة معناها ما بداش في المشهد السياسي بالثقل وبالوزن اللي كان يأمل ليه اليوم نلقاو الاتحاد الوطني الحر فيه كيما نقولوها اون ايموراجي دو ديميسيون استقالات بعض الاستقالات يقول الحزب اللي هو ما في بالوش به ويتم طرد النواب كيما مثلا سي يوسف جويني كيما مثلا سي نور الدين بن عاشور الزوز نواب مثلا هذوما المستقلين يقولوا اللي ما فماش مقرات محليه ما فماش مقرات جهويه يقول اللي وقت اللي تم ادماجهم للحزب هذا وهما انضموا ليه عن قناعه اقتنعوا زاده اللي ماهوش حزب نوعا ما مؤسسه فيها موظفين هل هذا صحيح؟ فيه عدة مسائل تخلي لي وقت خلنا تفضل بيان سور تفضل شوف فما خلط وانا علاش انا الحق معناتها فما مستوى معين ما نحبش نخلط لانه ماله الا زميلي وعضو مجلس نواب الشعب وكان تجمعنا نعرف عائلاتهم ونعرف الكل فهمني شوف وقت اللي يخلط بين الاستقاله من الكتله والاستقاله من الحزب ما نعرفش كيفاش يخدم في السياسه الكتله شيء سي رجاء والحزب شيء اخر وقت اللي سئل انه كيفاش هو تم طردك؟ اي نعم في المجلس الوطني في دوره الاستثنائيه لهنا في الحمامات كنا قررنا والقواعد طلبت واعتذرنا للولايات اللي استقالوا منها النواب كامل التواضع ما هذا حق فهمني؟ وقلنا ان تنعوضهم احنا كنواب رانا نواب شعب نجموا نتبنوا مشاغلهم ومشاكلهم وباب ابوابنا مفتوحه النواب الكل نتاع الاتحاد الوطني الحر. وتم اقرار طرد النائبين هذوما لانه اللي يعرف معناتها الاحزاب وكيفيه التعامل وقت اللي يستقيل من الكتله يستقيل من الحزب
والحزب عنده مقراته وما هوش صحيح، لأنهم يحضروا معنا في الفورام وفي المقر نتاع الحزب ويعرفوا المقر بالقداء. هذه العملية الأولى. والعملية الثانية تنفاجئك، في برنامج ما سيوسف جويني بعد وقت اللي فاق اللي هو ما بعثش معتها استقالة، صرح أنه بعث جواب مضمون الوصول. أنا هاو على عبر إذاعتكم نتحداه، وضع عضويتي في مجلس نواب الشعب إذا كان أعطى استقالة للحزب يجيبها وتفضلت نستقيله أنا من مجلس نواب الشعب، باش نأكد لك اللي الاستقالة ما رجعش، لأنه الأسبوع الفارط فقط كان حب يساوم باش يرجع، لكن احنا رفضنا ورئيس الحزب رفض. هل صحيح أن أعضاء الحزب خلنا نكمل لك الجزء الثاني لمراجعين نتاع الاستقالات. احنا شنو اللي اتخذناه في الحمامات في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني؟ قلنا راهو فما زوز استقالات دخلوا حيز التنفيذ وما استقالوش من الحزب، لانه نورمالمون يجوا لهيكل الحزب ويبروا تفسيرات علاش استقالوا من الكتله اذا كان ما جوش تم طردهم. عندنا اثنين اخرين مازالت الاستقالات ما دخلتش حيز التنفيذ من الكتله دائما، وقلنا اذا كان ما جابوش تبريرات وتفسيرات للحزب على اسباب الاستقاله هذه سيكون مآلهم نفس مآل الاثنين السابقين. وبالتالي اقرينا في الحمامات بان كتله الاتحاد الوطني الحر تتكون من 12 نائبا الا في صوره عدول ولا تقديم تبريرات من النائبين الاثنين معناتها التوالي. لكن نحب نبين لك اختي انه الاستقالات ماهيش حكر على الاتحاد الوطني الحر، ومعروف ومازال المشهد السياسي لتو ماهوش استابل، ومازالت الاستقالات في عدة أحزاب أخرى موجودة، احنا نشوفه ونعيشه معناتها في الأروقة وكنا أصدقاء. هي كتلة الحرة زادت. يعطيك الصحة سي رجاء، فهمني فهمني فيس فرسا، ينجم يدخل من هنا يخرج من هنا، وهذا شيء خطير. لأنه معناتها اللي يحب يمشي، احنا شو عملنا؟ عملنا مسار انتقالي، لتو مازلنا، احنا تو حتى مجلس نواب الشعب راهو مازال يأسس. تعرف أستاذنا سي رجاء اللي تو فما مؤسسات وهيئات دستورية مازلنا نكملوا فيها، دونك دور المجلس هذا كذلك التأسيس ماهوش كان التشريع فقط. باهي اللي نحب نحكي عليه أنه صار آن الأوان، مش على خاطر الاتحاد الوطني الحرة، سيدي فوت حتى استنوا كيما يحبوا الجماعة وباش يحلق ذقنه بعد ستة أشهر ولا ترى شنو، خلي يكمل اللحية، لكن على الأقل في الفترة القادمة الانتخابات القادمة آن الأوان أن ننقح نظامنا الداخلي صلب المجلس، ويكون مجلس يحترم نفسه أنه يمنع السياحة الحزبية في الإطار هذا. راه نجم نقول حتى رئيس الحزب تاع الاتحاد الوطني الحر غلط، كان مثال في الفترة التأسيسية خذا نواب من ناس أخرى هما جاوا وخذوا، لكن تو آن الأوان مصلحة بلادنا حاجتنا بالاستقرار السياسي لازم نعملوا حاجة تمنع السياحة الحزبية. واحد طلبتوا كذلك توضيح من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب. يعطيك الصحة فكرتني في النقطة هذه لما كملتش خاطر الوحدة نتاعي من بكري، شفت المؤامرة جديد في المؤامرة الأولى حكيت لك عليها والمؤامرة الثانية نحكي لك فيها تو. جديد فيها أنه فما أطراف تحكي باسم رئاسة الجمهورية، لأنه جاءوا يغروا في نواب الاتحاد الوطني الحر على أساس ابن رئيس الجمهورية الثاني، وأنا لأول مرة صراحة نكتشف أن عنده خليل ولا خالد ولا حاجة كما هكا فهمني، يحكوا أنهم مسنودين من رئيس الجمهورية، والحال أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين والتونسيات، وبالتالي ما كان عليه أن يدخل في صلب تجاذبات بين الأحزاب أو في المؤامرات هذه والمركات هذه بعيد كل البعد. احنا طلبنا من رئاسة الجمهورية، طلبها السيد رئيس الحزب في ندوة صحفية، وطلبتها أنا كذلك بصفتي كرئيس كتلة في أحدى الإذاعات التونسية، وكنا طلبنا من رئاسة الجمهورية أنها توضح موقفها بالنفي أو التأكيد. إذا كان انفات خلي على الأقل جزء من المؤامرة يتنحى، وإذا كان أكدت يا خيبة المسعى وقتها بيان سور ماهيش باش تأكد. علاش تو نعطيك؟ لأنه زملائنا فما الأغوه، خلينا نكون واضح، فما اللي غروه بالمال وفما اللي غروه بحلم، يحكوا على كتلة 120 مسنودة من رئيس الجمهورية وكتلة سيادية والناس طارت معناتها تحلم بالبوفوار وكل، في حين أنه هو نائب شعب معناتها أنه ما هذا الشيء اللي أسف كما قلنا في الإطار هذا. باهي تفضل سي رجب. تو كنائب للشعب سي طارق تشوف في كولوارات في معابر مجلس نواب الشعب فيها التركيبات المتحركة يوميا، هذا يتوافق مع الرزنامة اللي كنا نحكيوا عليها في أعمال المجلس أبدا، واللي قد تؤدي إلى بلوكاج، إلى تجميد المؤسسات الدستورية
معناها القائمة قلناها المستمعين والمستمعات، قائمة قائمة القوانين المنتظرة، القوانين الحتمية الموجودة باش نبنيو دار الدستور هذه بالمحكمة لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة دستورية، وبعد هذا قانون البلديات، الهيئة المستقلة للانتخابات تستنى تستنى. هو السيستي مرياحي في حديثه اليوم يقول الوطني الحر هو الذي اقترح تاريخ مارس 2017 لإجراء الانتخابات البلدية، لكن قاعدين نشوفوا اللي هذا صار شبه مستحيل بالنسبة لأعمال المجلس وتراكم القوانين اللي توخر في قانون البلديات. والله يعطيك الصحة أستاذ، أنا هي عدد نقاط طرقت لها أنت، خلنا نعرج عليها. هل الحراك والأرق اللي تحكي عليها بالأمس القريب مختلصار في الحزب الأغلبي صار تشتت أو انشقاق كما يعبر عنه، صدقني المجلس أصيب بالشلل لمدة تقريبا 3 أو 4 أشهر، ناهيك وأنه في كل دورة نيابية يعاد تركيبة اللجان. تعرف تركيبة اللجان وقتش أحد في عود تلتأم في أكتوبر، هاي التأمت في مارس، يعني من أكتوبر لمارس شوف شنو نجرع عنه. فما عدة قوانين، هاو نعطيك مثال بسيط، البارحة في قانون المالي، قانون النظام الأساسي للبنك المركزي، معناتها أعجوبة من عرش تابعته ولا شنو، أنه يتم المصادقة على مشروع القانون هذايا في صيغته بعد القانون برمته ب 73 صوتا، يعني على البار لو تغيب معناتها نائبين، نائب فقط، 72 يسقط القانون. أي. لكن مع ذلك تحفظ 25 نائبا ورفضه 5 نواب. تعرف منين تحفظ؟ تحفظ من كتلة الحرة. أنا نقدر أني على الأقل حضرت في نقاشات يمكن أخذوه في خاطرهم في مسألة ما، اللي هي كتلة الحرة كان اقترحت على ما اتذكر، كما خنتنيش ذكرتي، التناصف بين المحافظ ونائبه، والحال استاذي محافظ البنك المركزي ونائبه، يعني امراه راجل امراه راجل، والحال انه نحن مع المراه ومع حقوق المراه، ونادينا بالتناصف، والمراه هي امي، هي اختي، هي زوجتي، هي بنتي، هي المراه التونسيه اللي ناضلت وكانت حاضره في الثوره التونسيه وكانت معناتها نقطه مذيئه في الثوره التونسيه. لاني ما نحكوش على التناصف، لاني لازم نتحدث على الكفاءه، لازم نتحدث على الكفاءه. كي يبدو زوج نساء، المحافظه مراه والنائب نتاعو مراه، وشنو الاشكال؟ الكفاءه نجم تقول مره المحافظ ذكر ومره المحافظ انثى، مثلا في امريكا الفيدرال ريزيرف ولت مراه على راسها في منتهى الكفاءه. نحن المشكله انه بلادنا مازالت في فتره حارقه، يعني الظروف كل ضدنا، تهديدات ارهابيه، عندنا صعوبات اقتصاديه. انا ما نلوجش على التناصف مراه ورجل، هذا بالنسبه لي ستانفو بروبليم، انا نلوج على الكفاءه. صحيح اللي حتى كنت النهضه ما قصرتش في الصيرفه الاسلاميه واقحامها في الموضوع. شوف على ما يقال، شوف استاذي، شوف شوف، انا يمكن نختلف معاك، مش ندافع على كتلة النهضة. الصيرفة الاسلامية في بريطانيا موجود، في لا موجودة، هذاك معقد، في دول اوروبية عريقة موجودة معمولة، ما نخافوش منها. لكن هو الاصل في الشيء، كي نتحدث على البنك المركزي بالنظام الاساسي الجديد، بنك المركزي مستقل، بنك المركزي لا يخضع لأوامر من الحكومة أو من رئيس الجمهورية، وهذا يقص ويقطع الباب أمام مداخل الفساد واللي عانينا منه. تعرف سيادتك شنو صار قبل، والبنك المركزي كيفاش كان يتصرف، وخطوه يلتزم بدوره، وعنده رقابة، رقابة معتها من مجلس نواب الشعب، عنده معتها من خبراء من الكوميسير كون، معتها الناس كلها تولي تراقب، هو مستقل يراقب البنوك ونتسع ونطوره. دونك أنا نمشي للأصل في الشيء، أنه حاجتي بنك مركزي فعال مستقل لا يخضع للتعليمات، لا يساهم في الفساد. مسألة أنه تكون المحافظ امرأة أو نائبة المحافظ رجل، هذه مسألة صراحة ماهوش وقتها ولا تثار. إذا كان المرأة، والمرأة ما شاء الله عندنا كفاءات كبيرة في المرأة، إذا كانت أكفى هي اللي تتقلد المنصب، وإذا كان ما هو شنو، احنا باش نشوفوا بعد كيفاش باش يختاروه، ما يتم ترشيحه، يتم ترشيحه على أي أساس؟ على أساس الكفاءة. إذا كان عندي زوز ملفات رجل ومرأة، من أكفى؟ المرأة ميت، المرأة تمشي، معناتها أنا في اعتقادي نشوفه معناتها ستانفو بروبليم. هذا علاش جبدناه لأنه نولوا نلعبوا بقوانين، إذا كان الأروقة واللي تحكي عليه سيادتك وكل ما فماش استقرار وكل شيء، مانيش باش نوصلوا. وهاو توا نعطيك المثال بسيط، أنه توا قاعدين نتحدثوا، وأنا حكيت مع الأخت ريم محجوب رئيس كتلة آفاق، وحكيت مع سي عبد الرؤوف شريف رئيس كتلة الحرة، وكنا مبادرة من النواب قلنا هات نوحدوا أحزابنا خل تبقى،
هات نوحد الرؤى بين اعضاء مجلس نواب الشعب، لانه حسينا انه بلادنا توا توافق بين الكتل معناها اللي تتقاسم نفس الاراء. والله حتى الكتل نحبوا نواب الشعب، خلينا نجردوا من اللي كاسكيت الكل فهمني، لانه باش نكملوا كيما هكا صراحه معناتها الامور ما نخافوا معناتها هات نوحد الرؤى نتاعنا. واحنا شنو اللي يجمعنا بالنهايه؟ الهاجس نتاعنا هو مصلحه البلاد، وما نصورش ان ننزه كل تونسي مهما كان سيبته انه معناتها ما عنده. نذكروا اللي ضيفنا طارق لفتيتي نائب مجلس نواب الشعب ورئيس الكتله البرلمانيه لاتحاد الوطن الحر. اخر زوز اسئله بيكونوا من عندكم اليوم، باش نضيفوا استثنين خمسه دقائق بعد العشرة، راجعين شوي اخر بعد الاشهار. ضيفنا طارق لفتيتي نائب مجلس نواب الشعب ورئيس الكتله البرلمانيه لاتحاد الوطن الحر، مرحبا بك طارق. يعطيك الصحه. من جديد سي طارق، بوغ فيغ كور، زوز سؤالات في بعضهم قصار على الاخر بشكليين يمكن. قداش فهم مراه في الاتحاد الوطني الحر؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، وقت اللي تتكلم على نظريه المؤامره اللي سمعناها برشا، ولا المؤامره عطيتك الحيثيات، المؤامره اللي موجوده ضد الاتحاد الوطني الحر اللي معناها يمكن لها برشا، وحتى من رئاسه الجمهوريه انت قلتوا مطالبين، لا مش رئاسه الجمهوريه، يتحدثون باسم رئاسه الجمهوريه، باسم رئاسه الجمهوريه ومطالبين رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه باش توضح التفاصيل هذيا. هل تظن في تقديرك وفي تقدير اعضاء الحزب والساده النواب انه الاتحاد الوطني الحر لا اسي دو بوا بوليتيك، وزن سياسي معناها اليوم تخل تغلغل في المشهد السياسي انه باش تنجم تكون مؤامره ضد الحزب هذايا اللي هو معناتها قاعدين نشوفوا فيه حتى بالمال ما نجمش يشد النواب نتاعو؟ هذوما زوز اسئله صغار شكليين يعني. اولا الجزء الاول من السؤال نتاعك، احنا توا في كتله الاتحاد الوطني الحر 12 نائبا من بيننا ثلاثه نساء، هو يعطيك على الاقل دلاله موجوده فعليه انه المراه ممثله في الاتحاد الوطني الحر من غير نرجع نسمي لك اسامي في القيادات. دونك اتفقنا، عطيتك البرهان معناتها. مروا الجزء الثاني من السؤال. الجزء الثاني انه المؤامره، شوف كانوا 16 نائب واحنا في الاتحاد الوطني الحر في 16 كنا نعتقد ان المعادله صعبه في المجلس كونتر بوا، لانه فما كتله النداء فما كتله النهضه، احنا افاق معناتها كي نجمعوهم تولي 24 صوت عندهم دور. وانا كنت نحكي بكري صوت كان يطيح قانون مشروع على قانون نظام الاساس البنك المركزي، كانت تغري الاطراف الكل ولا عندها مسائل شخصيه. والمشكله في الاتحاد الوطني الحر يمكن انهم ما لقاوش مدخل معناتها، ما تحكمش فيه ايادي معناتها بيوت المغلقه اللي عندهم، لانه الحزب يمول معناتها تقريبا معناتها تمويلته من رئيس الحزب، معناتها ما فماش انسان كما غير ما ندخل في مسائل اخرى والمحرقه الانتخابيه اللي تعرضنا لها في 2014. لو تعرف اختي العزيزه كي حزب فتي يدخل المحرقه الانتخابيه سميتها محرقه بين استقطاب ثنائي حاد وحاد جدا وتطلع 16 نائب، ماهيش بالامر السهل، ماهيش بالامر الهين. والمحرقه هذه كلت احزاب مناضله قديمه وكانت قالت ليل بن علي، ومع ذلك كلاها الاستقطاب الثنائي. دونك كي نجحنا على خاطر على الاقل عندنا برنامج، فما ناس توزن في جهاتها، فما معناتها الحزب معناتها كان ممنهج في الوحده نتاعو. دونك هذا الكل فما ناس ما ساعدهاش وفما اغراض شخصيه تدخل من نحبش من الاول وخلي طبق مسطور. سماوه البيج بانج بالضبط، التغيير الكبير في تونس في الديمقراطيه التونسيه في عوده السلطه الى الشعب خاصه في الجهات. الناس تستنى في الاقاليم باش نعملوا ما عملوا الدول المتقدمه الكل، ايطاليا ولا المانيا باللندر ولا اسبانيا بالجوفرنمون بروفانسيو، حبينا نعملوا احنا حكومات اقليميه تتلهى بالجنوب تتلهى بالوسط تتلهى بالشمال بالساحل. هذه يلزمها ثوره دستوريه كبيره وقانونيه. القوانين هذه كلها مطروحه على مكتب على مجلس نواب الشعب، لكن هالرزنامه اللي موجوده اللي نتكلموا عليها من بكري تمنع موضوعيا مناقشة القوانين هذه في أقرب الأجال. ناس تتكلم على آخر الصيف، ناس تتكلم على أكتوبر، والهيئة العليا للانتخابات تقول لك ازربولي أعطيوني هالقانون هذا خليني نحضر لكم هالانتخابات البلدية والجهوية والإقليمية. كيفاش باش توصلوا إلى هالوعد اللي هاو رئيس الحزب متاعكم سي الرياح يقول لك نحن اقترحنا تاريخ مارس 2017، هل هذا ممكن بالفعل؟ شوف كلامك معقول ياسر، ولانه المؤسسين عطاوا الدوله الفاضله تقرا الدستور معناتها جنه، معناتها الدوله معناتها دوله فاضله، معناتها نحكوا على المدينه الفاضله معناتها في صيغه اخرى، الا انه ما قراوش حساب امكانياتنا
ما قراوش حساب عقليتنا وهام وهام جدا كي تحكي على الحكم المحلي اذا كان ما فماش عقليه. بربي بعجاله خدمة زادنا دقيقه سي طارق بعجاله دونك من غير ما ندخل في التفاصيل أي. حتى الرزنامه اللي تعملت في الميزانيات فما هيئات ما قراتش حسابها في الانتخابات المحليه هذه. وللامانه الاستعجال بالانتخابات المحليه شكون يخدم؟ يخدم الاحزاب القويه اللي عندها توا سنين والا عام تقريبا تخدم وتحضر في الواحد. احنا راينا انه ويمكن معناتها على ليميت مارس 2017 يمكن تصير الانتخابات المحليه لانه بصراحه مازال فيها شانتي كبير على مستوى القوانين راهي مش اشكاليه. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. شكرا لك سي طارق الفتيتي نائب مجلس نواب الشعب ورئيس الكتله البرلمانيه الاتحاد الوطني الحر. الحوار كامل تلقاه ريزيكستري على راديو كاب اف ام على الفيسبوك ولا كاب راديو بوانتين. شكرا لك. شكرا لك سي رجاء ناديه هبه امال معاذ عبير حذام الفريق الكل. نتقابلوا غدوه ان شاء الله. نهاركم اسعد الايام. كاب اف ام الكلمه ليك.